التعقيد محمد مهدي مدير قطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش. كابتن محمد مهدي، مساء الخير يا كابتن اسامه. مساء النور، ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله وكل سنه وانت طيب، وانتهز الفرصه والشعب المصري كله بخير وكل سنه وانت طيب بمناسبه المولد النبوي، ودايما كده النادي الاهلي في خير كده، وان شاء الله يعني ربنا يعني يوفق ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله. بنبارك لك طبعا، عامل ما شاء الله قطاع ناشئين لطلائع الجيش قوي جدا، مش السنه دي، ده لا ده من كذا سنه فاتت، ما شاء الله في لعيبه مميزه في طلائع الجيش حتى بيتم الاستعانه بها في الفريق الاول. الحمد لله، والله ده كان نتاج خطه الحمد لله، اول ما مسكت القطاع الحمد لله ربنا اكرمنا وبدات عملت خطه لمده 5 سنين تمام. بحيث ان هي ان شاء الله السنه دي بامر الله على اخر السنه يعني تبني ثمارها، والحمد لله يعني الحمد لله الخطه مشيت طبقا للي احنا عاملينه، طبعا بدعم السيد رئيس مجلس الاداره ومجلس اداره نادي طلائع الجيش. الحمد لله الخطه اثمرت وبقى عندنا الحمد لله في جميع الفرق مستويات فنيه، ان شاء الله نامل ان هي تكون دعم للفريق الاول باذن الله في نادي طلائع الجيش. كلمنا بقى عن المدربين داخل القطاع، خاصه ان انا يعني عارف في مدربين زي الكابتن حسن كفته ماسك 99، في مدربين مميزين كمان، زائد لعيبه داخل قطاع الناشئين بطلائع الجيش. يا استاذ العقيد، والله الحمد لله احنا برضو خلال الخطه دي كنا كل سنه بيبقى لنا طموح معين، المدربين اللي بتبقى ماشيه معانا في هذا الاتجاه بنبكي عليها، والمدربين اللي ما بيقدرش يتواصل معانا عشان المستوى اللي احنا طالبينه بنستغنى عنه، لكن الحمد لله احنا عندنا مجموعه الحمد لله تعتبر دلوقتي تعتبر تدريبيا تمام. ابناء نادي طلائع الجيش الحمد لله، وان كان فيهم حتى ناس من النادي الاهلي وكده، بس بداوا خبراتهم التدريبيه عندنا الحمد لله وبقوا مجموعه كويسه جدا. عندنا مثال الكابتن احمد عبد العزيز ماسك ال 97 حاجه محترمه جدا، ده ابن النادي اصلا وكان بيلعب كان كابتن نادي طلائع الجيش. وفي الكابتن حسن كفته ماسك ال 99 تمام، وفي الكابتن زياد النادي الاهلي برضه ماسك ال 2000 تمام، وفي الكابتن ياسر علي ماسك فريق 2001 تمام النادي الاهلي، لان طبعا برضو يعني بيعجبني طريقه النادي الاهلي بالنسبه للكوره في مصر، يعتبر هو من الانديه الفريده اللي هي عندها الثبات الانفعالي خلال المباراه، وعندها يعني حسن الفنيات بالنسبه للعيبه وبالنسبه للاداء والكلام ده. انا بتعمد ان يكون عندي مدربين حتى من النادي الاهلي عشان يدونا الخبره دي ويبقوا عندنا نفس يعني نطلع بنفس طريقه النادي الاهلي كده تمام. حتى استاذ العقيد يعني ضميت انت محمد جوده دلوقتي كان تم تصعيده للفريق الاول، حتى الكابتن احمد سامي اللي بدا اسمه يبرز في عالم التدريب في الدوري الممتاز كانت بدايته في قطاع الناشئين بطلائع الجيش برضه. احمد سامي مسك فتره كبيره جدا فريق ال 97 وكان من قبلها الفريق اللي تحت الفريق الاول على طول هو اللي كان ماسكه تمام، برضه تصعد مع الفريق الاول وكان دي برضه اداته التواجد في الدوري الممتاز، والحمد لله برضه يعتبر اضافه للمدربين في مصر حاليا احمد سامي. نتمنى لك ان شاء الله التوفيق يا سياده العقيد خلال الفتره الجايه. بنشكر العقيد محمد مهدي مدير قطاع الناشئين بطلائع الجيش، شكرا جزيلا لك. هروح دلوقتي بقى للكابتن